كلام جميل. طيب ضيفنا العزيز كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق قال في الجزء اللي فات من حوارنا معاه ان هو مطمن الى حد كبير في حال ما اذا لو كان النهائي هيكون مصري بين الاهلي والزمالك، وقال انه هيكون مطمن وفند وجهه نظره وقال نقاط كثيره. طب هل الاطمئنان ده مش منقوص باي حال من الاحوال نتيجه ان حضرتك اكيد سيدي العارفين ان دايما لما الاهلي بيقابل الزمالك ايا كانت الحسابات ايا كانت التفاصيل ايا كانت خلفيات الامور دي بطوله دايما في حد ذاتها، وخصوصا لما تكون في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ اكيد ما فيش شك برضه. انت بتتكلم يعني في حوالي 6 أو 7 سنين ان انت بتشوف نادي الزمالك بيرجع لمستواه بيبقى ند قوي النادي الاهلي، لكن انا زي ما بقول لحضرتك هو اللي يطمننا اكتر هو اداء النادي الاهلي، وعلى طول دايما كلاعيبه النادي الاهلي او جهاز فني النادي الاهلي هو ما بيبصش زي ما قلت لحضرتك للفريق اللي قدامه مين، لكن هو بيبص على حالتي انا ايه، مفاتيح اللعب اللي عندي هلعب بيها ازاي. اكيد كنادي الزمالك او النادي الاهلي هو كتاب مفتوح لاي فريق في افريقيا، لكن اللي بيطمنك انت كجمهور او كمحبين للنادي او كسواء لعيبه لعبنا في النادي للعيبه الموجوده لمفاتيح اللعب اللي عندك للحاله اللي بيبقى عليها اللعيبه يوم المباراه للمدير الفني اللي عنده ثقه في اللعيبه، وخصوصا مع مستر موسيماني انت بتشوف حوالي 6 أو 7 لعيبه من مفاتيح اللعب بيدي اريحيه حتى في التلت الامامي، فده بيرجح كفه النادي الاهلي. وزي ما بقول لك اللي هيساعدنا اكتر كالنادي الاهلي ان الماتش مباراه الزمالك اللي هي هتتاخر شويه، لكن انا واثق 1000000% ان احنا ان شاء الله البطوله اهلاويه، خصوصا حتى اما احنا كنا بنلعب كنا بنبقى حاسين ان البطوله رايحه فين. الحمد لله ان انت توصل فاينل وبالحاله دي ده يطمنك انت كمحب النادي الاهلي ان شاء الله البطوله اهلاويه التاسعه ان شاء الله.